العاصمة الأوروبية التي بناها المسلمون. تقول المؤرخة الإسبانية أستاذة قسم الدراسات العربية والإسلامية في كلية الآداب بجامعة كومبلوتينسي العريقة في مدريد ماريا خيسوس بيغيرا: إن هناك الكثيرين من المؤرخين والباحثين في هذا البلد قد نشروا الكثير عن الأصل الإسلامي لمدريد، وللأسف فالعامة يجهلون ذلك. وأوضحت بيغيرا أن هناك حوالي 24 من المصادر والمراجع العربية المكتوبة في الفترة من القرن العاشر إلى السابع عشر الميلاديين تتحدث عن مجريط، الاسم العربي القديم لمدريد، وهي كتب في التاريخ والجغرافيا والأدب. وأضافت أن اسم مدريد عربي الأصل، حيث إن مجريط هي كلمة من جزئين، أولهما مجرى وهو عربي ويشير إلى مجرى المياه، وثانيهما إيطو وهو لاتيني ويعني الوفرة، وأن مجريط تعني مجاري المياه الوفيرة، وهو ما يميز المدينة ويصفها في ذلك الوقت. وتعجبت الأستاذة الجامعية من عدم معرفة المدريديين بتاريخ مدينتهم الإسلامي، مشيرة إلى أن اسم كاتدرائية العاصمة الإسبانية هو المودينا، وأصله في العربية المدينة أي المدينة الصغيرة، وأن كثيرا من الفتيات الإسبانيات اسمهن المودينا. وأكدت أن أول ذكر موثق لمدينة مجريط كان مقترنا بالإشارة إلى الأندلس الجزيرة. ورفضت بيغيرا ما يروجه علماء آثار إسبان من أن مدينة مدريد نشأت تحت الحكم المسيحي، وأن ما بناه المسلمون كان حصنا فقط وليس مدينة، مشيرة إلى أنه عندما يوجد 24 مصدرا تاريخيا وآثارا تؤكد أن مدريد بنيت كمدينة في العصر الإسلامي، فلا مجال للتشكيك بذلك، حيث بناها محمد الأول بن عبد الرحمن الثاني أمير قرطبة لحماية الثغر الشمالي لطليطلة وما حولها من هجمات النصارى، خصوصا أن أول ذكر موثق لمدينة مجريط كان مقترنا دائما بالإشارة إلى الأندلس، وأنه لا إشارة لهذا الاسم في أي وثائق قبل عصر الأندلس.